انا شايف ان اللعيب اللي هيتألق ان شاء الله هيبقى ناصر ماهر. اللي هيتألق في المباراه عبد الله السعيد وزيزو كالمعتاد يعني. ان شاء الله الصفقات الجديده لا هتخش واحده واحده يعني، ما نقدرش نقول ان كلهم هينزلوا في الماتش اللي جاي، ولكن لازم هيدخلهم واحده واحده، ما ينفعش يدخلهم كلهم مره واحده. لعيبه تألق في الماتش ده، عبد الله السعيد ده فاكهه، هيبقى فاكهه في الملعب. ما ننساش زيزو، ما ننساش برضو الدفاع عندنا ياسر حمد. اكيد كابتن عبد الله السعيد هو ده اللي متحمس نشوفه طبعا في اللقاء الجاي ان شاء الله باذن الله. والله انا شايف ان ناصر ماهر صفقه كويسه قوي لنادي الزمالك، لانه نص ملعب كويس قوي وعنده فكر كويس قوي، وانا شايف ان هو ممكن يبقى مفاجاه كبيره. بصراحه شايف عبد الله السعيد هيعمل شغل كويس. نفسي اشوف اللعيبه الجداد، نفسي اشوف اللعيبه الجداد، ولازم يعملوا ماتش حلو سواء كلام المدرب وكل حاجه.